جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، والأمل كبير شيخ صالح في أن تزول البدع المحيطة بالعزاء. ما واجب طلبة العلم حتى يفقهوا الناس ويقلعوا عن هذه البدع؟ الواجب على طلبة العلم وعلى العلماء واجب كبير، يعني يبين للناس أمر هذه الاجتماعات وغيرها مما يخالف الشرع. فبيان العلماء للناس أمر واجب، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وما نجمت هذه العادات وهذه التقاليد المخالفة للشرع ما نجمت إلا بسبب سكوت العلماء وتكاسل العلماء عن البيان. فلو أنهم قاموا بما أوجب الله عليهم وبينوا للناس السنة وحثوهم على اتباعها ونهوهم عن ما يخالف السنة وتكرر ذلك من العلماء لصار له أثر طيب في المجتمعات الإسلامية. نعم.